الأردن، أو رسمياً المملكة الأردنية الهاشمية. سميت الأردن نسبة إلى نهر الأردن، وجوردن معناها الوادي المنحدر أو السحيق. تبلغ مساحة الأردن حوالي 90,000 كيلومتر مربع، منها حوالي 88,000 كيلومتر مربع يابسة والباقي مساحة مائية. يتميز الأردن بتنوع التضاريس والمناخ. يأتي موقع الأردن بين دول المشرق العربي والجزيرة العربية، يحده من الشمال الجمهورية العربية السورية، ومن الشرق والجنوب المملكة العربية السعودية، وتقع الجمهورية العراقية إلى شرقه، بينما تحده من الغرب فلسطين المحتلة. تشير إحصائيات عام 2015 إلى أن عدد سكان الأردن بلغ حوالي 9.5 مليون نسمة، ومليونان فاصل 9 لاجئون من عدة دول، حيث ساهمت الظروف السياسية والاقتصادية في الشرق الأوسط بزيادة أعداد السكان، مع استقبال الأردن للاجئين من مختلف الدول، فلسطين، العراق، سوريا، ليبيا، اليمن وغيرها. يواجه الأردن وضعاً معقداً للاجئين، حيث يستضيف ثاني أكبر نسبة في العالم من اللاجئين مقارنة مع أعداد المواطنين، وخامس أكبر عدد من اللاجئين من حيث القيمة المطلقة منذ اندلاع الأحداث في سوريا عام 2011. يستضيف الأردن نحو 1,400,000 لاجئ سوري، يقيم منهم 435,000 في العاصمة عمان و 136,000 في إربد، بينما يوجد 141,000 لاجئ في مخيمات الزعتري والأزرق والمخيم الإماراتي الأردني. من عمان عاصمة الأردن نحييكم ونرحب بكم. نلتفت بأنظارنا وإياكم إلى قضية اللاجئات في الأردن، نتعرف على واقعهن المعيشي ونستمع إلى شجون قلوبهن، لنتعرف كيف يدبرن أمورهن، ماذا يعملن وأين يسكن، وماذا عن أسرهن. أنا نصر علي محمد، جنسيتي صومالي وعيش بالأردن، ومعي أربعة أطفال عيال. أنا اسمي رجاء فاروق، من السودان جيت على الأردن، معي ولد، جيت من السودان معي ولد، وهون خلفت بنت ما بشتغل، معي جوزي. أنا مريم من سوريا ريف دمشق، جيت عام 2012 على الأردن أنا وزوجي وأولادي. أنا اسمي فرتون حسن عب، من الصومال، عايشة بالأردن، جيت أردن 2014 شهر 1. أنا اسمي شيماء محمد علي عطا، جنسيتي يمنية، جاية من اليمن وما عندي أطفال لأني على طول تزوجت وجيت هون تقريبا إلي سنة بالأردن. أنا اسمي لارا شاهين، جيت من سوريا على الأردن بمنتصف أو أواخر 2012. سحر الخفاجي، مصممة أزياء عراقية، جيت على الأردن سنة 2005، يعني صار لي بالبلد هون تقريبا 14-15 سنة. اسمي عبير، أم عندي بنتين شذا ولجين، جينا من الشام أول أحداث عام 2012. سهام محمد فرج الصيني،
متزوجة، عندي 6 أولاد، 5 بنات وشاب. سورية. أنا ضمياء العزاوي من العراق، لاجئة من 2003 بعد الأحداث اللي صارت بالعراق، اجينا على الأردن. أنا من محمد علي، حضرت من اليمن، فتت على الأردن في 2017 شهر 9، متجوزة ساكنة في إربد، ما بشتغل. أنا المهندسة سهل أسدي، جيت للأردن سنة 1995. وبما أن النمو السكاني الهائل في الأردن يرهق قدرات المجتمع المضيف، فقد ألقى وجود اللاجئين السوريين الضوء على بعض أكبر التحديات المعاصرة في الأردن، إذ تشير التقارير إلى تأثير اللاجئين السوريين على موارد الأردن المستنفذة وزيادة المنافسة على فرص العمل وتحميل البنية التحتية فوق طاقتها وإرهاق الخدمات الاجتماعية مثل الرعاية الصحية والتعليم. قدمنا أول ما جينا من اليمن، بس ما يعني ما في إشي، أعطونا ورقة وخلص، ما حصلنا منهم إشي غير الشتوية أو السنة الأولى، أعطونا 170 دينار وخلص، ما في إشي يعني استفدنا منها. بيوفروا فرص عمل عشان بس نقدر نعيش، لأن الأردن غالية شوي، والدعم اللي بيجي بسيط يعني، يا دوب يكفي مرة يعني بسيط. كل الصعوبات يعني مثلاً مفوضية والدار وهيك، يعني مفوضية بجد صعوبات، يعني الواحد بده يسافر يعني بس ما اجيت هون عشان انا اقعد. يعني مرة حكيت له انا خلاص زهقت من هون بدي اسافر، بحكي لي ليش جيت من بلدك؟ انا جيت من بلدي عشان جيت هون السورية والحروبات، يعني انا جيت هون عشان اقدم بالمفوضية، انتوا تسفروني، ما اجيت هون عشان اقعد انا هون. بصراحة وبدون مجاملة، احنا عدة مرات نروح للباب تبع المفوضية بيرجعونا من هناك، شو بدكم؟ خلاص انتوا سجلتوا، خلاص انتظروا لما نتصل لكم. لما طيب بدنا نحكي لهم، يعني احنا عندنا مشاكل، عندنا يعني صعوبات، بس ما في حدا بيسمع ويقول لك خلاص بدك اكتب زيارة نجيك للبيت. المفوضية تساعد، لازم تساعد، نحنا يعني حالة حقنا سيئة، كنا ندور حالة يعني أحسن من هيك، يعني مش أحسن من هيك، يعني هروب بالصومال ليمن، يمن لهنا، يعني حالة يعني أسود الحين. أنا هون كنت أشتغل قبل، بس أكثر من 3 مرات حبسوني وزارة العمل، وصار معي مشاكل من الحكومة وكثير صعب، فعطوني بنبهوني اني انا ما بشتغل، واشتغل يسفروني. العمل هون لليمنيين صعب جدا، يعني لما واحد بيروح بيشتغل يعني بيقولوا له خلاص 12 ساعه 8 ساعات وكلها ب 100 دينار، يعني حتى ال 100 دينار مش كافيه للايجار. عندي شاب ما درس لانه زوجي مريض، والشاب هو اللي يعني اللي بيشتغل بيصرف علينا. عندي 2 بنات عم يدرسوا، كانوا هلا هذا العام ممكن ما يرجعوا على المدرسه. يعني حاولت، لكن معي اطفالي بيحكوا لي لا بدنا انت تشتغلي، يعني اطفالي وين بدي اوديهم؟ عشان هيك يعني بطلت اشتغل. وهون بندبر حالنا، يعني في ناس بيعطونا يعني اوقات، وكان اخوه بيدعمه يعني مو شهريا، شهر وهيك، وهسه قطع عشان الاوضاع ما ضل خلاص. وتجدر الإشارة إلى أن كل التحديات التي أبرزها اللاجئون لها جذور عميقة في النسيج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في الأردن. والواقع أن أعداد اللاجئين السوريين لم تسهم إلا في تفاقم تحديات مزمنة كانت موجودة أصلاً. الأردن يعني من عدة مثل الخالة، يعني عنا أم وعنا خالة، والخالة مثل الأم، بس خالتنا وضعها لقدة تعبان، فهي احتضنتنا بكل الشيء اللي عندها، بس الوضع هون صعب.
هلا نحن مرتاحين بالأردن مبسوطين، لكن الأردن غالية كتير بالنسبة إلنا وبالنسبة لدراسة البنات. يعني عندي أنا بهمني درس بناتي بالجامعات. أنا أختي هون بالأردن، يعني أنا جيت على الأردن كرمال أختي، يعني إنه هي ساكنة هون، إنه في يعني من يعني بتحسي إنه في من عائلتك حدا هون، يعني هنيك تركنا أهلنا وأولادنا، حتى أنا اللي في أولاد يعني بسوريا لسه. نحن حبينا البلد، الحمد لله أهل البلد ناس طيبين، ما شفنا منهم إلا كل خير، بس هن كمان حتى هن الشعب يعني تعبان، فكمان هن بدهم كمان فرصة حياة أفضل من هيك، فنحن يعني يمكن شوي عبء عليهم شوي. ومع ذلك لم يتخلى الأردن عن دوره الإنساني الذي يتحمله، تأكيداً لالتزامه بالعمل العربي المشترك ضمن الإطار العربي والأخلاقي والاجتماعي. الأردن بلدي الثاني بصراحة، أنا بحبها كتير، وشعبها شعب مضياف، وأهلنا وأحبابنا. في أردنيين ما شاء الله معروفين بالكرم والجود بصراحة، يعني الأردنيين بيوقفوا مع اليمنيين بيدعموهم في كل شيء. أنا سويت عملية في شهر 10 السنة الأولى، فهم دعموني بكل شيء. طبعاً إحنا الآن ساكنين إيجار، بس صاحب البيت الأردن يعني بيحكي إنه خلاص أنا بصبر عليكم لحد يعني لحد ما يعني يفرجها الله، خلاص أنتوا بعدين بتجيبوا لي شخص طيب يعني من أهل الخير. يعني الأردن بلد أمن وأمان، يعني واللي يجي بيه أبداً ما يشعر بغربة نهائي. الأردن وعلى الصعيد الرسمي والشعبي حاول جاهداً أن يقدم ما يستطيع لتوفير حياة كريمة للاجئات ولأسرهن، ولكن هناك قصص تعثر، وهناك قصص نجاح، هناك من ساءت أحوالهن، وهناك من وجدنا من يمد لهن أيدي المساعدة ليبدأن مسيرة حياة جديدة تكللت بالنجاح. يعني أي ست سورية لازم يعني تطور من حالها وتشتغل على حالها كتير، كرمال تعيش بهي البلد يعني، وبدها تتعب على حالها. بحاول اشتغل اي شيء ضمن البيت، طبخ، خياطه، اي شيء يعني انه بقدر انا اشتغل فيه وامن وارد لو بسيط لبيتي واسرتي بشتغل فيه. عندي خلفيه اساسا فنيه، احب الرسم، احب التفصيل، الحياكه، فاتجهت الى الخياطه والتفصيل، صرت اشتري قماش واجيب البيت، واشتريت ماكينه واجيب البيت اقعد اخيط وافصل. صاروا صاحباتي إلي يعني شجعوني، أنت شغلك كلش حلو ومميز، ليش ما بتشتغلي بهذا المجال، ليش ما تفوتي ادخلي معارض، ادخلي يعني بازارات. فشجعوني دخلت بالمعارض يعني أول مرة، الحمد لله يعني شفت إقبال كلش حلو ومميز يعني، وصارت لي بصمة بهذا المجال. لما فكرت أعمل المشروع نزلت على السوق، شفت شو ممكن أنا أعمل، شو المواد اللي متوفرة، مواد أولية، شو طبيعة العمل، شفت الناس اللي بحاجة للمساعدة هن شو عندهم إمكانيات ومهارات، فأغلبهم ستات أنا اللي بعرفهم، وكلهم بيجيدوا الأعمال اليدوية، الكوزماتيك، مواد التجميل من المواد الطبيعية، السوريات كتير شاطرين فيها. فحبيت أنه صار خطر لي فكرة أنه أنا ليش ما نمي هاي المهارات اللي عندهم، طورها لحتى تصير مميزة وأقدر بيعها على السوق إن كان المحلي أو الخارجي. فهي طلعت فكرة جاسمين. أنا اشتغلت بالهلال الأحمر الأردن متطوعة، بعدين اشتغلت بمؤسسة نور الحسين، صرت أساعد الناس اللي جايين جديد من العراق أو من سوريا بعد الأزمة السورية أو بعد أزمة العراق اللي صارت. صرنا الأواعي أولادي القديمة أو مو القديمة اللي صغرت عليهم بنساعد فيها، نعمل بيننا وبين بعضنا الإشي الزايد من البيت، مونة مامونة نوزع للناس المحتاجة. فالحمد لله الضربة اللي ما موتتني قوتني. تعرفت على لارا وجيت لعندها وعجبني المشروع تبعها يعني، فأنا حكيت معها وقلت لها أنه أنا لازمني شغل، فبلشت معها بالشغل. وأنا عندي هواية بالكروشيه بالإبرة، صرت أشتغل كمان هون. وقت قعدت عندهم تعلمت كل شيء، يعني مو أنه والله اشتغلت محاسبة وبس، فتت على خياطة، تعلمت الخياطة. كل إنسان له طموح أنه يكمل دراسات عليا، لكن أحياناً لأسباب معينة يتوقف عندها.
لكن بالرغم من ذلك أنا اشتغلت على روحي بالشغل وطورت حالي بالشغل ووصلت إلى مركز حلو بالعمل، وأشارك في مؤتمرات وفي ندوات وفي الشركة تدعمني بإفادات مثلاً إلى دول عديدة أعمل بها تريننج اللي مثلاً بالإسبانيا على الهند الصين تركيا كثير، يعني طلعت وطورت من حالي. أنا كثير قابلت ستات عندهم مهارات وإمكانيات ولكن هن ما كانوا بيعرفوا عن الشيء، فأنا بشجع كل ست بتعرف تعمل ولو شغلة بسيطة أنه هي تنمي هاي المهارة، تتوجه للأماكن يلي فيها تدريبات وتطور إمكانياتها أكثر، لأنه حتتفاجأ أنه هي يوما ما يمكن تقدر تطلع ريادية قائدة بالمجتمع، حيصير عندها بزنس الخاص. لأنه في كتير ستات نحن من خلال 1000 ست دربناهم خلال الدورة، في 200 ست منهم اكتشفوا إمكانياتهم صار عندهم بزنسهم الخاص، بلشوا فيه من البيت بإمكانيات كتير بسيطة ورأس مال كتير بسيط. اللاجئات في الأردن من هنا من أحبت وعقدت العزم على البقاء فيه، ومن هنا من ترنو أنظارها إلى فكرة هجرة ولجوء جديد لضمان مستقبل أفضل، ومن هن من تعلق قلبها بالوطن والعودة إليه. ولا شيء كالوطن. الوطن هو المكان اللي أنت به، الوطن المكان اللي أنت تدفن أحد به. فأنا يعتبر يعني كيف إنه الطير المكسوس جناحه لا حول ولا قوة. لا يمكن أي شخص بالعالم يقدر ينسى انتمائه. أنا سورية، أكيد رح حن لبلدي، حن للشام، لحارات الشام القديمة، لرفقاتي. والله أمي ربنا يجمعني فيها، وأبوي كمان، باقي أخواني حابة أتلمى فيهم، يعني ما لاقيهم وين مكانهم، ما بعرف مكانهم وين، حابة ربنا يجمعنا بهم إن شاء الله. احنا بنتمنى انه نعود على بلادنا، وهيك الله يفرج علينا يا رب ونشوف اهلينا ان شاء الله. اكيد اكيد، يعني بلدي الام هذا من اتذكر كل الاشياء الحلوه اللي عشتها انا يمكن وجوزي، اولادي ما عاشوها، يعني اكو فت حنين طبعا، ويبقى بلدي الام هو العراق. هلا بالنسبه لاهلي بسوريا اكيد بتمنى انه يعني التقى فيهم، لأنه كتير يعني الفترة طولت واشتقنا، نسأل يعني رب العالمين أنه يرجع الأمن والأمان للبلد ونرجع نشوف الأهل بخير وبصحة وعافية، وهن يعني بكامل سعادتهم. الله يصلح الأمور في اليمن وكل واحد يرجع لبلاده، ما في إشي، بنعيش بسلام وأمان. هسه ما في كهرباء، ما في ماء، ما في رواتب، ما في أي إشي، يعني الوضع جدا صعب. يعني نحن صرنا العيلة يعني موزعة، واحد بقطر، واحد بألمانيا، واحد بتركيا، شي بسعودية، شي بسوريا، قعدنا نشوف بعض محبوسين. هلأ بالنسبة لأهلي وأحبابي بتمنى أشوفهم، بتمنى نجتمع مثل ما كنا من زمان. حللتم أهلاً ووطئتم سهلاً في أردن الخير والعطاء، أردن العرب، أردن المواقف، أردن النخوة والشهامة، والأمن والأمان.